أهلا وسهلا بكم أيها المتواصلون الرائعون في شرح لمادة الأسبوع الثامن من كتاب أصدقاء العربية الطور الثاني. إذا هدفنا اليوم أعزائي الطلاب هو التعريف بأبرز محتويات الأسبوع الثامن، وأذكر أني أقوم بالحديث بشكل عام عن أبرز ما سيتم إعطاؤه في هذا الأسبوع، أما التفاصيل فهي موجودة في صفحات المنصة التعليمية، حيث تستطيع الدخول إلى كل درس بعنوانه والاستفادة مما وضع لك من أنشطة ومصادر مختلفة. أذكر أعزائي الطلاب بالمفاهيم الرئيسة في هذه الوحدة. التواصل هو أبرز مفهوم نركز عليه، حيث تقوم باستخدام كلمات أو أنماط قمنا بدرسها في التعبير الشخصي والثقافي عن نفسك، وهذان هما المفهوم ذو الصلة والسياق العالمي. إذا المفهوم ذو الصلة هو اختيار الكلمات، والسياق العالمي هو التعبير الشخصي والثقافي. فقد تعلمنا سابقا مثلا أن تتحدث عن نفسك من خلال بطاقة تعريفية، اسمك، مكان سكنك، من أين أنت، ما هي هواياتك، كل هذه مفردات استخدمناها من دروس القراءة، ثم عبرت بها أنت عن نفسك وكتبت بها جملا وفقرات. عبارة البحث والاستقصاء هي: يتواصل الإنسان باختيار كلمات وأنماط ذات أنظمة لغوية معبرا عن شخصيته وثقافته. أذكر أعزائي الطلاب أن التواصل يكون بطرق مختلفة، قد يكون أثناء أداء المهمات والواجبات الصفية، عن طريق العمل الجماعي التعاوني، أو عن طريق التواصل مع الكتاب وقراءة المطلوب منه، أو مشاهدة المواد المرئية التي نطرحها عليك في الصف، أو الاستماع إلى المعلمة والقيام بما يطلب منك. الموضوع الأول الذي سنركز عليه أعزائي الطلاب هو أنواع الفعل من حيث الزمن. كنا قد تحدثنا سابقا عن الفعل الماضي، سنقوم بهذا الأسبوع بإكمال أنواع الفعل، حيث سنتحدث عن فعل الأمر. عليك أن تنظر أو تنتبه إلى الكلمات الملونة في هذه الجمل، كأن نقول انتبه، العب، اجمع، ساعد. سنذكر مع سوية ما نوع هذه الكلمات، هل هي اسم أم فعل أم حرف، ثم سنتوصل إلى أنها فعل تدل على حدث. ما هو الزمن المرتبط بهذا الفعل؟ هو سيحدث في المستقبل، فعندما أقول افتح، الباب لم يفتح بعد، سيفتح بعد أن أنهي كلامي. لاحظ أيضا الحركة المختومة بها هذه الأفعال، تلاحظ أن جميع الأفعال انتهت بالسكون، ومنها ما حرك بالكسر، ولكن هناك سببا لذلك سنناقشه سوية داخل الغرفة الصفية. لاحظ أيضا أننا سنتحدث عن موضوع آخر وهو المفرد والجمع. المفرد هو ما دل على واحد، فإذا مسكت قلما أقول قلما واحدا، أما إذا أردت أن أجمع فأقول هذه أقلام. إذن سنتعرف كيف نحول الكلمة من مفرد إلى جمع، وسنذكر أيضا كملاحظات ما نوع الجمل الموجودة أمامك في ما أكثر الرفوف داخل المكتبة، ما أكثر الأطفال في الحديقة، ما أكثر الكتب في المكتبة. لاحظ أن هذه الجمل بدأت بنفس الأسلوب وهو ما أفعل، فمن الطبيعي، وتنتهي أيضا بعلامات تعجب، فمن الطبيعي أن نذكر أنها جملا تعجبية. كما سنتحدث عن الكلمة وضدها، أقصد بالضد أي العكس، ما عكس أخرج، ما عكس بدأ، ما عكس أمام، وما عكس بعثرة. الإجابات موجودة أمامك عزيزي الطالب. كما أننا سنتحدث عن الجار والمجرور، أذكر أن حروف الجر
قد تناولناها في السنوات السابقة وسنذكر فيها وبحركة الاسم الذي يتبعها، فمن إلى، عن، على، في، الباء، الكاف، اللام، مجموعة في كلمة بكى للفتيات، باء، كاف، لام، هي حروف الجر، والاسم الذي يتبعها دائما حركته الكسرة. أذكر أعزائي الطلاب بضرورة القيام بمهام أقرأ بالعربية المرسلة لك في كل أسبوع، وأتمنى أن أكون قد قدمت ما فيه الفائدة. طاب نهاركم بكل أمل وخير.